المكان هو نحن مع الشعب. قالوا نحن مع المدنية وفين؟ قالوا لا. نحن مع المدنية وسبعة. البيان قبل الأخير قال كل حلول اللي يحبها الشعب والمشروع سنعمل على إيجادها. لكن البيان الأخير هو رجوع إلى الوراء. إن ما نقدرش نقول في البيان بأنني مع الشعب وفي نفس الوقت أنا مع بن صالح وبدوي للمرحلة الانتقالية. إذا كان هذا هو هذه هي الخطة معناها أننا لا نريد ذهاب إلى ديمقراطية حقيقية، وبأن الجيش يريد استمرار النظام ويريد أن يكون له دورة، أن يكون له دورة نعم، دورة في حماية الوطن، دورة في مرافقة الجزائريات والجزائريين في هذه المرحلة الانتقالية، إن لازم يكونوا واقعيين. ونقول باللي نحتاج إلى الجيش لمرافقتنا في المرحلة الانتقالية، لأن المؤسسات الوحيدة اللي بقات قوية. ما نقدرش نشيل طالعون الورقية. نقول هذه هي الهيئة الانتقالية. نحتاج إلى مؤسسة الجيش لمرافقتنا ليس للتدخل، إلى غاية تنسيق المؤسسات الانتقالية. يصبح الحوار مع الرئاسة الجماعية وليس مع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي. طبعا هذه البيانات المتناقضة. هنقول باللي يجب الإخوة لأننا نريد حقيقة نذهب إلى ديمقراطية، وهذه الديمقراطية لا يمكن أن يواجهها أي شخص ولا أي مؤسسة، ولكن لصرف هذه الرؤية، لصرف الذهاب إلى ديمقراطية حقيقية، يجب أن نبقى مجندين. فقط لا أحد يستطيع مواجهة 42 مليون. قالوا في الماضي بين أن نواجه حزب معين أو شخص معين، لكن اليوم هذا الشعب كله